في البداية خلينا نروح لزميل محمد غانم ونعرف الجديد عنده في معسكر المنتخب. غانم مساء الخير. تحياتي لك يا كابتن سيف وتحياتي لكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. متواجدين حاليا في مقر إقامة منتخبنا الوطني المصري اللي بيستعد لمواجهته الثانية أمام نظيره أكونغولي. يمكن يا كابتن سيف كان بالأمس في يوم فري للاعبين حصلوا فيه على قسط من الراحة وكان مسموح للاعبين يعني بالزيارات سواء من الأصدقاء أو زوجات بعض اللاعبين. أما اليوم فيعني ابتدى اليوم مبكرا اللاعبين توجهوا لصالة الأحمال البدنية أو صالة الجيم يعني تزويد اللياقة البدنية بعض الشيء، ثم في تمام الساعة 6:30 توجه اللاعبون إلى المران الرئيسي في استاد الكلية الحربية اللي بدأ فيه تمام الساعة 7. في المران الرئيسي يا كابتن سيف يعني كان في اهتمام من الكابتن أجيري بعلاج الأخطاء اللي ظهرت في المباراة الأولى أمام الفريق الزيمبابوي، وكان أبرزها إن الفريق يعني بيلعب لارج أو الملعب كان مفتوح مع أمام النظير الزيمبابوي، فحاول الكابتن أجيري في مران اليوم تضييق المساحات على اللاعبين وأمرهم أو نصحهم تبادل الكرات في المساحات الضيقه، وايضا اهتم بالكرات العرضيه وتغيير الملعب ما بين الطرفين، وده اللي كان باين جدا ان هو في ادوار خاصه ايضا لمحمد صلاح وتريزيجيه وعمرو ورده وكل اللاعبين المعنيين باللعب على الاطراف. وايضا الكابتن سيف بعد انتهاء المران توجه اللاعبون هنا الى مقر الاقامه وتناولوا وجبه العشاء وخلدوا الى النوم في تقريبا في تمام الساعه 11. يعني في تعليمات من الجهاز الاداري بقياده الكابتن ايهاب لهيطن على اللاعبين التوجه إلى غرفهم مبكرا استعدادا طبعا لليوم الثاني. دي يا كابتن سيف كانت أبرز أجواء اليوم أو أهم يعني الحصص التدريبية وكل ما دار في معسكر منتخبنا الوطني. من هنا من مقر إقامة منتخبنا الوطني العودة ليك الآن سوبر تايم.